الدرس الأول سورة ياسين الآيات من الآية 1 إلى الآية 19. سورة ياسين مكية، عدد آياتها 83 آية، وهذه الآيات الكريمة من السورة تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، وتبين تكذيب قومه به، وتذكر قصة أصحاب القرية. تفسير الآيات الكريمة صدق النبي صلى الله عليه وسلم. تبين الآيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، وأنه يهدي الناس إلى الصراط المستقيم الذي لا انحراف فيه، وهو الدين المنزل من عند الله العزيز الذي لا يغلب الرحيم بعباده. والمقصود من وصف القرآن بالحكيم أنه المحكم الذي لا خلل فيه، الذي يتضمن الحكمة والصواب في هديه وتوجيهاته. حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. تبين الآيات حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، فقد أرسل الله سبحانه إلى قوم لم يرسل إلى آبائهم رسولا قبله، ولذا كانوا في غفلة عن الحق، وعندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم منعهم العناد من الانقياد، فكانوا كالموثق بالقيود لا يستطيع الحراك، فكبرهم وعنادهم وقف حاجزا بينهم وبين رؤية الحق واتباعه، فلم ينفعهم انذار النبي صلى الله عليه وسلم. أما المؤمنون الذين استجابوا للقرآن الكريم وفتحوا قلوبهم للحق يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فلهم البشرى بالمغفرة والأجر العظيم يوم القيامة. نناقش ما معنى قوله تعالى وآثارهم وما المستفاد منه. يوم القيامة حق. بسم الله الرحمن الرحيم، وإنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. توضح الآية أن البعث حق، فعلى الناس أن يستعدوا لذلك اليوم، لأن الله سبحانه يسجل أعمالهم كلها في صحائف أعمالهم ليحاسبهم عليها يوم القيامة. موقف أصحاب القرية من الرسل. كل الآيات قصة أصحاب القرية، فقد أرسل الله سبحانه إليهم رسولين يدعوانهم إلى عبادة الله سبحانه، فكذبوهما، فأرسل الله إليهم رسولا ثالثا يؤيدهما، فقابل أهل القرية الرسل بالتكذيب والعناد، ورفضوا الانقياد لهم متحججين محتجين بأنهم بشر مثلهم، وكذبوا بنبوتهم، وأعلنوا أنهم متشائمون منهم، وهددوهم بالعذاب والرجم إن لم ينتهوا عن دعوتهم. ورد الرسل على قومهم بأن ما فعلوه لا يدعو إلى التشاؤم، فما يحدث لهم من شر إنما هو بسبب بغيهم وكفرهم، وتشاؤم الكافرين من الأنبياء إنما هو إسراف في الظلم. التقويم. السؤال الأول، أضع إشارة صح يمين العبارة الصحيحة وإشارة خطأ يمين العبارة غير الصحيحة. 1. سورة ياسين مدنية، خطأ. 2. المقصود من وصف القرآن بالحكيم أنه المحكم الذي يتضمن الحكمة والصواب في هديه وتوجيهاته، صح. 3. اعترض أصحاب القرية على كون الأنبياء بشرا، صح. 4. كان خطاب أهل القرية للرسل لينا لطيفا، خطأ. المقصود من ذكر البعث أن يستعد الناس له، صح. السؤال الثاني، أبين معاني المفردات والتراكيب الآتية. عززنا حق القول أخشيناهم، عززنا قوينا قول الحق وجب العذاب، أخشيناهم جعلنا على أعينهم غطاء. السؤال الثالث، أعين الآيات الكريمة التي دلت على المعاني الآتية. 1. الذي يستفيد من الإنذار هو المؤمن المتبع للقرآن الكريم، المتبع للقرآن الكريم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. 2.
يحفظ الله كل عمل يقوم به الإنسان في كتاب ويحاسبه عليه يوم القيامة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. 3. الأعمال الفاسدة هي سبب الشؤم والمصائب. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العظيم. السؤال الرابع، أبين وجه الشبه بين أصحاب القرية وكفار قريش، أن كلاهما كذبوا الرسل والأنبياء وأنكروا دعواتهم وآذوهم واستهزأوا بهم. السؤال الخامس، أستنتج 3 فوائد من الآيات الكريمة. الله يقسم بما يشاء من مخلوقاته. القرآن الكريم حكيم، أصل الكفر العناد. الداعي المسلم يتصف بالصبر وضبط النفس. مهمة الرسل تبليغ الدعوة. الإنسان سيحاسب على كل أعماله وأقواله. السؤال السادس، أتلو الآيات الكريمة من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 19 من سورة ياسين غيباً.